لا ما تبانش اجي وقف عليك معاد فلوار راجل ورا هاد المسخوط هادو حاولي حاولي كلها تنا صافي مشات السلام عليكم السلام عليكم جينا تحدثوا على الخبر ديال سقوط هذا المنزل الكائن في درب السلطان باش نشوف مر السلطان هذا المنزل سيدي كنا جالسين ما علينا ما بينا حتى سمعنا واحد الصوت يعني خلع كاع الساكنه كلشي خرج يجري ملي خرج كلشي تيجري لقينا حنا ملي خرجنا فكرنا في الناس مول الاولين يعني الناس ساكنين فيه عايشين فيه قلنا وقع طاح عليهم ملي سولنا على الناس لقيناهم خرجوا سالمين ما كاين حتى شي مشكل عاد حنا ناخذوا الثانويات هما السيارات اللي تكسروا فاش شفنا السيارات مهرسين وداك الشيء صافي ما بقينا ما بقى عندنا ما يتقال خصوصا ملي عيطنا للتامينات قالنا حنا ما تتحملوش المسؤوليه ديال هاد السيارات الا رابت شي دار على شي سياره ما عندناش حنا المسؤوليه عليها وهادشي اللي هادشي اللي تنعاود هو الواقع اللي واقع يعني الناس تضروا في السيارات ديالهم والناس اللي ساكنين تما تضروا في البيت ديالهم تنطلبوا الله الله يدير خير للجميع والله يصاوب نطلبوا الله يتحدى الله من هذه الافه ديال سقوط المنازل اللي هي مهدده بالسقوط وشكرا بنت كاد السلام عليكم السلام عليكم وي اعطيني السؤال ان هذا الكيسة اسميها كيسة بسيطة بالنسبة لكم الوقت الدربيدة خصوصا الكويت الوقت في حدا بوكون هذه واحد عامين نشوف في الارواح دابا الحمد لله بعد مهما كان الظروف نطلبوا الله هاد الناس هادو يجيبوا السكنه بعد السكنه باش يسكنوا باش يخفوا عليهم هاد الالم اللي وقع لهم ونطلبوا الله صاحبي هاد الاملاك يعمل يعني اصلاح جذري في الاحياء الشعبيه كلهم يصلحوا هادي وهادي شو يصلحوا الاحياء الشعبيه جذريا ما يبقاش ساعه يسكن هاد المآسي الشمعات وقعت في هاد الاحياء الشعبيه لذلك تكون واحد العنايه بهاد الساكنه ديال بوش نتوف والنوح ديالها باش يمكنوا الناس على الاقل لو اش دار عين من ناحيه السكنه وفروا السكنه على ما يكون مستقبل ان شاء الله القادم مستقبل يكون عنده واحد القيمه معنويه ان شاء الله السلام عليكم صافي سالينا اخويا خويا انا مع تمي جاي خويا من هنايا تبان لي خويا السقف طاح بان لي السقف طاح اخويا على الطوموبيل طاح على الطوموبيل الحمراء والداسيا وهاد الكونغ وهاد بيازو هادي شايف وديجا خويا طاح عليهم السقف تما راه ولي الفوق جاب الله وما كانوا خويا في البيت الاخر الا عندك شي كلمه قولها حمد حد داكشي اللي حاضر لي اللي حاضر هلا هلا وعند الناس ساكنين في الدوزيان طاح لهم السقف ديال السطح وكاينه واحد العائله ساكنه في بروميان وبروميان الثانيه خاويه بروميان وحده اللي عامره والدوزيان ودوك اللي في الدوزيام طاح لهم السقف من السطح هادشي اللي كاين المهم ما تأداو ما والو لا يطف بينا وصافي لا يطف بينا اخويا اش غنقول لك هادشي اللي وقع راه عبره للناس اللي كيهملوا ديورهم ما كيصلحوهمش اول حاجه اللي عنده شي شق اللي عنده شي حاجه يصلحها يعني هذه فرصه في الانسان يصلح دارو ماشي يخلي تتريب عليه كيولي كاينين ضحايا بزاف دابا الحمد لله هذه سرها الله ما كاين حتى شي ضحيه وحتى شي حاجه ولكن بنادم مره اخرى انسان يحضي راسه ويصلح دارو وصار الله والحمد لله
خساره الطوموبيلات هما اللي تكرفسوا دابا الطوموبيلات ما كاين ارواح لا والو هادشي اللي كاين الحمد لله اخويا والله يطوف بينا اخويا وشكرا بزاف Thank you.
ساكنين فيها الناس ياك. الحمد لله بعد ما كانتش الاصابات ما كانوش الاصابات كانوا شي وليدات يلعبوا هنايا صغار. الحمد لله واحد الدريب اللي اتصاب فيها على مستوى الرجل ديالو قاصو شي حجره، ولكن اصابه خفيفه الحمد لله، كانوا جديدات فيها بعاد. الآن غادي نودعوكم وإلى اللقاء إلى درس مباشر آخر، إلى اللقاء. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.